كل سنه وانتم سالمين. بعرف يمكن اليوم شوي تاخرنا في الصلاه، ولكن اليوم ساعات الميلاد الكبرى. اليوم في بهجه كبيره في السماء وعلى الارض. اليوم بيت لحم بتستعد حتى تقبل الطفل الالهي، الهنا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح متجسدا في مغارتها. اليوم قلوب ملايين البشر عمالها بتستعد حتى تستقبل الاله متجسدا. اليوم في فرح عظيم في السماء وعلى الارض، لانه العالم السماوي يشارك العالم الارضي في تسبيح الهنا المتجسد. اليوم بتجسد الهنا تتجسد كل الفضائل. اليوم باستعدادنا لاستقبال الطفل الالهي المولود في قلوبنا، قلبنا بيستعد حتى يخلع انسانه العقيم ويلبس انسانه الجديد. اليوم طبيعتنا البشريه في داخلها بدها تتغير، بدها تزيح عنها، بدها تخلع كل شيء سيء عنها حتى تلبس كل شيء جميل. قديش جميل هذا اليوم وهي الايام المقدسه المباركه اللي نحن ابنائي ما بنحكي حدث في الماضي، ولكن نحن بنعيش حدث في الان. هاي هي عظمه كنيستنا، هذا هو سر الكنيسه كجسد ليسوع المسيح الممتد عبر الجهود. الكنيسه هي جسد يسوع، هذا الجسد هو الماشي في كل زمان وفي كل مكان وفي كل العصور الى الابد. هذا الجسد الالهي نحن بداخله، وهذا هو سر هذا الجسد، انه نحن ما بنحكي ذكرى لشيء حدث في الماضي زي ما بيحكوا بدع وهالطاقات كثيره اللي بتدعي بالمسيحيه، ولكن نحن بنعيش الحدث. وهلا بهاي الايام نحن بنعيش ميلاد الرب والمخلص يسوع المسيح. يسوع المسيح عمانويل، يسوع المخلص، المسيح المسيح المنتظر. عمانويل الله معنا. معنا هون موجود حاضر ساكن فينا. عمانويل الله معنا. ولما بنكون معه ما بنخاف شيء، ما بنقلق من شيء، ما بنحكي الهم شيء، ما بنضطرب، ما بنخلي هموم هذا الدهر ان تخلط انسان القداسة وانسان الفضيلة وانسان السماء وانسان الروح. ما بنسمح للدهر بكل مؤثراته انه يخنق فينا، انه الله حي فينا ونحن نحيا به ومعه. هذا هو المسيح يا ابنائي. عشان هيك ابناء المسيحي مش هو ابن هذا الدهر، ولكن هو ابن الدهر الآتي. والدهر الآتي مش معناته هو شيء بعيد عنا. كثير مرات لما بنحكي الدهر الآتي بنفكر يعني بعد ما نموت بنروح للدهر الآتي. لا، الدهر الآتي هو بنعيشه هون مع المسيح. عشان هيك في كل سر من أسرار الكنيسة في بعد أواخر اللي بيسميه لاهوت كنيستنا. إيش هو البعد الأواخر؟
البعد الأواخر إنك تقدر تعيش ملكوت الله وإنت هون. ويا ويلك إذا ما عشته. أباء الكنيسة بيأكدوا إذا ما عشت ملكوت الله من هون مش راح نعيشه فوق. ملكوت الله من هون نحن نعيشه. حتى نعيشه فوق. إذا ما عشنا هون ما نعيشه فوق. وهي هي الخبرة الملكوتية. هي هي الخبرة الأواخرية اللي المسيح بيعيشها. عشان هيك المسيح لما بيجي ساعة موته ما بتكون ساعة كئيبة أو ساعة حزينة. ولكن هي امتداد لحياته مع المسيح. ولكن شو فيها بس؟ يعبر من الموت إلى الحياة. بصير عبور. هاي هي قوة إيماننا اللي نحن بنعيشه. يسوع المخلص. قديش مهم إنه نعيش خلاصنا اللي تم وبيتم فينا بالرب والمخلص يسوع المسيح. الخلاص مهم أن نكون أبناء الخلاص. رح تحكوني يا أبونا ما نحن بنغلط، ما نحن بنسقط، ما نحن بنخطئ. ما تخاف، ما تخاف. بتخطئ طول، بتسقط طول، بتمر بضيق اصبر، انضربت ما تهتم، ارجو. ما تخلي اي شيء يخنقك وانت عايش حياتك هون مهما كان هذا الشيء. صدقوني ابنائي، كل الامور نحن بنعطيها القيمه. كل امور الحياه اذا انت اعطيتها قيمه في ذهنك، هاي القيمه رح تكبر وتكبر وتكبر في داخلك وتسيطر عليه كلك ورح تخنقك. ولكن اذا انت ما اعطيتها اهميه، وان كانت بتمس حياتك اليوميه، وان كانت شوكه في جسدك زي ما كان عند الرسول بولس، وقتها رح تسمع تكفيك نعمتي. ما تضلك تلوم علي، حكى المسيح، حتى ارفع عنك هذه الشوكه. تكفيك نعمتي فان نعمتي في الضعف تكمن. يسوع مخلصنا. يسوع المخلص. هذا الشيء لازم احنا نعيشه. نعيش خلاصنا. نفرح بخلاصنا. نبتهج بخلاصنا. نكون فرحين لانه المسيح اتى من اجلك ومن اجلي ومن اجلك حتى يخلصك. وانت بتخلص هون بالكنيسة. وانت بتحضر القداس الالهي. وانت عند ابوك الروحي بتعترف. وانت بتيجي حتى تتناول جسد ودم الرب والمخلص يسوع المسيح. المسيح ايش هو؟ المسيح ايش يعني المسيح؟ المسيح هو الاله المنتظر اللي نحن بنستناه. قديش مهم انه نفعل المسيح في حياتنا. انه تبقى روحنا دائما تنتظر المسيح بشوق للمسيح. تعشق المسيح، تحب المسيح، تعبد المسيح حتى تقدر انها تؤمن فيه. يا اخوه يا احبه، اذا ما حبينا المسيح كيف منا نؤمن فيه؟ اذا ما حبينا المسيح كيف منا نثق فيه؟ احكولي. إذا ما حبينا المسيح كيف منا نرجو فيه؟ منا نعشق المسيح، منا ننتظره، منا نشتاق له. هذا اشتياقنا، هذا حبنا وين بتفجر؟ برضه هون في رحم حضن الكنيسة، في داخل كل قداس إلهنا. بوعي بولع قلبنا باشتياق الله. وكل ما نشتاق له اكثر وندخل في القداس الالهي ونصلي، كل ما ولع هذا القلب اشتياق
لإله. ووقتها ندرك إنه يا يسوع قد ما حبيناك مش شبعين مش شبعانين من حبك. حبك ما إله قاع، ما إله نهاية. كل ما نفكر إن نحن من حبك نكتشف إنه لسه نحن بنا في البداية، ومن حبك أكثر وأكثر وأكثر. أنت المسيح. الفكر المسياني روحيا لازم نعيشه في انتظار نفسنا للمسيح حتى يسكن فينا. عما نريد الله معنا، هي حالة روحية بحياها الإنسان، مش فقط بإحساسه وشعوره الدائم بوجود الله في حياته، ولكن لا بعيشه مع الله. منعيش مع ربنا، وانت ماشي في الشارع يسوع معك، وانت في بيتك يسوع جنبك. يسوع مش بس في الكنيسة ولا بوقت الصلاة، يسوع في كل مكان، الحاضر في كل مكان والمالك الكل، كنز الصالحات ورازق الحياة في كل محل. المهم نحن شو نفعل حضوره معنا. كثيرين مش مفعلين حضور يسوع معنا، مش عايشين عما نريد. الله معنا. وبتعرفوا هذا قديش محزن. تصور انت تكون قريب من الناس والناس ما يحسوا فيك، قديش تتمرر من جوا. تحكي مش حاسين فيه، انا بحبهم وهم مش شاعرين فيه، مش حاسين فيه. قديش يكون إحساس مؤلم هذا لما يكون اللي حواليك مش حاسين فيك. ونحن هيك بنعمل مع يسوع أبنائي، هو دائما جنبنا، هو دائما جنبنا. نحن كثير مرات ولا منشوفه ولا منعبره ولا كأنه موجود، مش قادرين نحس ولا نعيش. لازم ننتقل من مرحلة الشعور والإحساس إلى مرحلة العيش مع يسوع. الكنيسة ما بتطلب منك انك تعيش احساس ومشاعر، ولكن الكنيسة بتطلب منك ان تحيا مع المسيح. عما نريد، الله معنا، الله معنا. قديش مهم يسوع المسيح عما نريد انه نعيش ابنائي ونفعلها. ليكن ميلاد الرب، ميلاد يسوع المسيح عما نريد مخلصنا. فليكن هاي السنة سنة ميلاد خير وبركة على قلوبنا، على عائلاتنا، على الكنيسة وعلى الوطن أبنائي. أنا اليوم حبيت أكون معكم هون. اليوم هو ساعات الميلاد، بتعرفوا نحن بالكلية ساعات الميلاد لازم تكون مع قرمون الميلاد، يعني اليوم القبل قرمون هي باراتيمونية، يعني قبل اليوم العيد. فلازم يكون يوم الأحد. فيوم الأحد كونه العيد الميلاد بقع يوم الاثنين بسبعة، يوم الاثنين بيكون. لما بقع العيد أحد أو اثنين الساعات الكبرى تنقل لليوم ليوم الجمعة. وقداس القديس باسيليوس اللي بيكون في البارامون ينقل ليوم العيد. فيوم الاثنين عندنا عيد القديس، عيد عيد القداس باسيليوس الكبير. ويوم الأحد اللي هو البارامون للقديس يوحنا الأهبيفا. أنا كنت مفكر إن أكون معكم هون يوم الأحد، ولكن في عندي سفرة اضطرارية لازم أكون فيها في مصر. عشان هيك حبيت اليوم أكون معكم. وليش أكون معكم؟ في سبب. السبب هو إنه أنا صرت كاهن في هاي الكنيسة، وصرت كاهن في يوم بارامون عيد الميلاد في هاي الكنيسة. وحبيت أول سنة بعد ما صرت مطران أسقف في الكنيسة إن أكون معكم في قداس الإلهي في عيد بارامون الميلاد. ليش؟ حتى أحكي لكم إني بحبكم، وحتى أحكي لكم
اني بحب رعيتنا وبحب هاي الكنيسه كمثل كل كنائس الاردن. كل كنيسه في الاردن تحمل شيء، وكنيسه البشاره تحمل شيء كبير. سوبر سوبر. هاي الكنيسه كثير مهم. قديش اعطت للمجتمع العماني. ابنائي حبيت اني اكون معكم حتى احكي لكم انكم تصدقوني. ما تشوفوا العروش والعرش والتاج وكل هاي الامور، مش هاي المطرمه. المطرمه هي صليب، وهي وحده مع هذا الصليب. الله فقط يعلم صليب الوحده اللي بيمر فيه الاسقف حتى تقدر الكنيسه ان تولد من جديد. مش الاسقف هو اللي بيعمل الولاده، المسيح هو اللي بيعمل الولاده، ولكن الاسقف مع الكهنه في لهم دور في نهضه الكنيسه وولادتها. ولكن عن هاي الامور ما بدي احكي اليوم. اليوم بكتفي بوعدتنا الروحيه وبتعبيري عن محبتي ليش انا موجود معكم اليوم هون في الكنيسه. ولكن بفكر ابونا سالم يذكرني اذا مضبوط انه الجمعه الجايه اللي هي بتكون يمكن 13 او 12 شهر 11 شهر 11 شهر رح نسوي القداس هون في الكنيسه، ورح نسوي بعد القداس البيتا لعيد راس السنه. وبعدين رح يكون عندي حوار مفتوح بقاعه الكنيسه مع ابنائي وعيالي، لانه انا حبيت انه كل كنيسه اتنقل فيها بعد القداس الاول اللي صار فيها انه يكون في عندي حوار مباشر معكم حتى تسمعوا مني وانا اسمع منكم شو عملنا خلال الخمس اشهر وانا متراجع، لانه كثيرين بيسالوا شو عملنا متراجع. فبحب انه يكون في حوار حتى انا اسمعكم وانتم تسمعوا مني حتى نتساعد مع بعضنا البعض من مجد الكنيسه. ابنائي ميلاد مجد، كل سنه وانتم سالمين. نعمه ربنا تكون معكم، تعطيكم نعمه فرح سلام بركه قداسه، وربنا دائما يحمي كنيستنا المقدسه. امين. هاي الكنيسه الارثوذكسيه اللي اعطتنا كل شيء. هاي الكنيسه اللي هي محافظه على الايمان والنور والحق. هاي الكنيسه اللي كلنا لازم نكون ابناء، لانها كنيستنا المحليه، كنيستنا الوطنيه هاي. كثير انتمائنا فيها مهم. فربنا يحميها من كل الاعداء المظلومين وغير المظلومين. ربنا يحمي الوطن بلدنا العزيز ويديم علينا نعمه الامن والاستقرار. وانا دائما بحكي هذا الشيء، الامن والاستقرار شيء مهم، وهي عطيه من ربنا. انتبهوا ابنائي، هي عطيه من ربنا. بنفقوها الاجهزه الامنيه تحت قياده جلاله سيدنا اللي ربنا يعطيه للعمر، ولكن هي نعمه من ربنا. فربنا يديم علينا هاي النعمه، يعطي الصحه على جلاله الملك، ويبارك كل الاجهزه الامنيه الساهره على امن واستقرار البلد. نعمه ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبه الاله.